يا صحابي، النهاردة هنعمل صندوق الكنز. يلا نجيب الصلصال بتاعنا، صلصلاية كبيرة بني وصلصلاية أصغر شوية بني غامق أو لون غامق، وصلصلاية صفرة وصلصلاية كمان لبني وكمان أزرق وبرتقالي وصلصلاية أحمر وأبيض وأخضر. ودلوقتي يلا بينا، أول خطوة ناخد الصلصلاية البني الفاتح وناخد منها حتة صغننة بس مش صغننة قوي، ونكون نكون نكون ممكن نشيل منها حتة ونبطط كده تك 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 لغاية ما تبقى على شكل مستطيل. ناخد كمان قطعة تاني من البني الفاتح ونكون نكون 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 وندوس عليها كده تك 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 تك، وبرده هنعملها زي مستطيلة زي ما عملنا قبل كده، ونجيب القطع اللي عملناها ونثبتهم في بعض كده بالظبط كده. وبعدين يا أصحابي هنعمل كمان ثلاث مستطيلات وين 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 وين. ودلوقتي هنثبت كل حتة في بعض علشان نعمل الجوانب بتاعة الصندوق، ونثبتهم بنفس الطريقة دي. وبعد ما ركبنا كل الجوانب بتاعة الصندوق نتأكد ان كله ماسك في بعضه. ايوه كده مظبوط تمام. تاني خطوة ناخد قطعة بس تكون كبيرة شوية من البني الفاتح ونبرمها كده وين 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 وين، ونجيب حاجة نقطع بيها ونقطع كده بالطول ونظبطها كده علشان دي هتبقى الغطا بتاع صندوق الكنز. ونجيب الصندوق بتاعنا ونحط عليه الغطا كده بس نظبطه الأول ايوه كده علشان يبقى نفس المقاس، ونحطه كده عليه ايوه تمام، ونفتحه كده عشان يبقى عندنا صندوق جميل. تالت خطوة ناخد الصلصلاية البني الغامق ونبرمها كده وين 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 وين، ونعمل خط رفيع، وناخد حتة صغننة تاني ونيجي من ظهر الصندوق ونحطها من ورا كده تك 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 تبقى شكل مربع، وناخد حتة كمان ونحطها جنبها كده. رابع خطوة نرفع الخط البني بتاعنا كده ونجيبه كده ونبتدي نحطه على الجوانب بتاعة الصندوق، نعمل كده على كل الصندوق. خامس خطوة ناخد جزء من الصلصلاية الصفراء ونبرمه كده وين 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 وين، ونحطه كده من بره الصندوق، وناخد صلصلاية برتقالي ونبرمها كده وين 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 وين، ونحطها فوقيها كده ومن اللبني كمان، وناخد كمان اللون الأحمر ونكور كور 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 ونحطها من فوق كده، وكمان اللون الأزرق وكمان البرتقالي وكمان الأخضر، ونحط من كل الألوان ونعمل بيها كور صغيرة وأشكال نحطها جوه الصندوق بتاعنا ومن جنبه كده عشان دي زي الكنوز اللي جوه الصندوق بتاعنا. سادس خطوة ناخد اللون الأصفر ونعمل كور صغننة كده ونعملها دوائر صغننة فوق بعضها
علشان دي هتبقى الفلوس المعدن جنب الصندوق. سابع خطوة ناخد حتة من اللون البرتقالي ونعملها كده ونثبتها كده في الغطا بتاع الصندوق كده علشان تبقى القفل بتاع الصندوق كده. تمام يا صحابي، بقى عندنا أجمل صندوق الكنز. وصندوق الكنز ده بيفكرنا بحد الكنوز. يلا انتوا كمان يا كل اصحابي اعملوا زي صندوق الكنز ده بكل الكنوز الجميلة، وتصوروا معاه وبعتولنا على الايميل بتاعنا.